السلام عليكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم. بدي أن أقول كل عام وأنتم بخير. هذه تحية من أسرة التغيير إلى العراقيين الشرفاء الذين ينهال عليهم الموت في كل لحظة. أقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، وأيضا إلى الأمتين العربية والإسلامية، ونسأل الله أن يمن على الجميع بالخير واليمن والبركة. وأبدأ معكم واجه التغيير. إذا كان من معاني التضحية أو الأضحية إنها عطية تحمل الخطيئة عن صاحبها وترمز إلى تضحية الإنسان بنفسه في سبيل الله، فإن هناك من يجد في قتل الإنسان لذة يحتفل بمنظرها وبشاعة يبتهج إليها. فساستنا وقضاتنا لا يطاوعهم ندم في الضمير أبدا، ولا حتى ترتعش في عيونهم دمعة واحدة على ضحايا السجون، ولا تسمع آذانهم صرخات المظلومين، ولا ترق قلوبهم لأنين المرضى والمستغيثين. إن هؤلاء السجناء الأبرياء لو حصحص الحق ووضع الظلم أوزاره وجرى التحقيق معهم بطريقة منصفة وعادلة من دون تفريق ولا تمييز، ما كانوا يحتاجون بالأصل إلى قانون يطلق عليه قانون العفو العام، لأن أغلب هؤلاء المحكومين والمدانين جاءوا ظلما في جرائم لم يقترفوها ولا يعرفون توابعها ولا حتى متى يخرجون منها. وإن أسقط القضاء التهم عنهم فإن إطلاق سراحهم يستوجب البقاء سنين بسبب مساومات قساة القلوب وغلاظ الأكباد. مشاهدينا الكرام، نتساءل الآن، لماذا لا تسعى حكومة الإصلاح إلى تحطيم سلاسل السجناء وتكسر قيود الظلم من أيديهم؟ لماذا لا تجعل من عيد الأضحى المبارك مناسبة تنقل فيها السجناء من البؤس إلى السعادة، ومن اليأس إلى الأمل، ومن الظلم إلى العدل؟ أنا تقصدت مشاهدين الكرام أن أضع هذا الفيديو الذي يتحدث عن حجم المأساة، حجم الظلم الذي يقع بالعراقيين الشرفاء النجباء، وهم يتعرضون إلى أقسى وأبشع سلطة تحقيق بحقهم. كل هؤلاء، لا نقول الكل حتى لا نظلم السلطة، نقول أغلب هؤلاء هم ضحايا السجون الذين جاءوا بجريرة أبنائهم أو أحفادهم أو آبائهم، فنالوا على أيدي الذين لا توجد في قلوبهم رحمة ولا ضمير، فكانوا بالأمس هم من يردون الأذى عن العراق من جبهته الشرقية، واليوم لأنهم ردوا هذا العدو يضعون بهكذا زنازن، وللأسف الشديد يقع الظلم عليهم. وها هو الفيديو يتحدث عن نفسه مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، حقيقة الصورة مؤلمة جدا. إذن نتساءل أيضا، لماذا لا تقوم السلطة، سلطة الإصلاح، تطوي بها صفحة الحقد والظلم التي لم تكن يوما إلا ورقة من ورقة أهل الكهف؟ مشاهدين الكرام، تساؤلات، هذه التساؤلات وغيرها أطرحها مباشرة على ضيوفي من عمان، مدير وكالة الأخبار العراقية الأستاذ سرمد عبد الكريم. مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ إسماعيل، يا مرحبا بك. وأيضا مشاهدين الكرام، سينضم معي تباعا عبر الهاتف من لندن الناطق الرسمي باسم المجلس السياسي العام لثوار العراق الأستاذ مازن التميمي. البداية معك أستاذ سرمد، كنا نتأمل من الحكومة، حكومة السيد العبادي وهي تقود لنقود الإصلاح، أن تجعل من شهر الله، شهر الأضحى المبارك، مناسبة تفرح بها قلوب
أو ذوي الضحايا الذين زجوا بالسجن بجريرة أبنائهم أحفادهم وحتى بجريرة أقرباء لهم. بالبداية استسمعي لأن أشكرك على الاستضافة، واسمح لي أن أهنئ الشعب العراقي المظلوم وشعوب أمتنا العربية المظلومة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود هذا العيد وقد زالت الغمة، وأنا متفائل إن شاء الله بقوة، لأنه العراقيين والعرب وكل الأحرار في العالم أكيد سيحصلون على النتيجة التي يبتغوها. يعني بالحقيقة أنا هذه المصطلحات أستاذ إسماعيل اسمح لي أنا ما أحب أستعملها، حكومة إصلاح وحكومة عدم إصلاح. حقيقة الأمر لا زال العراق محتل بشكل واضح من قوات أجنبية وسياسات أجنبية، ولذلك هذا الفساد الذي يحكم العراق منذ بداية 2003 ولحد الآن مستمر وبصور مختلفة، وضرب الفساد كل ساحات العراق حتى وصل إلى السجون والسجناء، وأصبح السجين سلعة يتم تداولها بين السجان وبين المعذب وبين المعتقل، وتحولت هذه الساحات إلى ساحات للبيع والشراء والنصب، وهنالك سماسرة لتعبير هذا الموضوع. لذلك أنا أقول مسألة الإصلاح مسألة نسبية، لا يمكن لا للسيد العبادي ولغير العبادي أن يصلح، لأنه الاحتلال موجود ومستمر. حقيقة الأمر السجان يا سيد إسماعيل هو من إيران، هو من بلد الاحتلال، والمعذب من إيران، والذي يعتقل العراقيين ويشرف على تعذيبهم بشكل منهجي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر هو المحتل الإيراني وقبله المحتل الأمريكي. لذلك أنا أقول بشكل واضح إذا لم ينتهي الاحتلال لن تنتهي هذه الصور أبدا، ويجب إبعاد هؤلاء عن السجناء أيا كان وضع السجناء. لكن حقيقة الأمر يجب أن نسأل أنفسنا، لماذا السجين موجود داخل هذه المؤسسات؟ هل هنالك تهم أو جرائم؟ حقيقة معظم هؤلاء السجناء ليس لديهم أي ذنب أو جريمة ارتكبت حتى يدخل هذا السجين إلى المعتقل لينال التعذيب وليرمى في هذا السجن سنوات طويلة دون حتى أن يسأل عن اسمه أو عن سبب وصوله لهذا المكان، حيث كان المخبر السري البطل المعروف بالعراق يعمل يفعل فعله، والآن العملية مستمرة بشكل آخر، بينما المجرمين الحقيقيين يتمتعون بسيارات مصفحة ويسكنون القصور التي كانت في أيام الحكم الوطني قصور تسمى قصور صدام حسين، لكن بالحقيقة هي قصور مسجلة في وزارة المالية وهي قصور الشعب. أما هذه القصور التي انتقد النظام السابق عليها اليوم يملكها هؤلاء هذه الوجوه الغريبة العجيبة التي ليست لها علاقة بأشكال من أشكال العراق. لذلك أنا أقول مسألة قانون العفو اللي تفضلت بيه أستاذ إسماعيل حقيقة هذا سؤال كبير، عفو عن ماذا؟ إذا لم ترتكب الجريمة، يعني أنا أعرف كل زين وحضرتك تعرف وإحنا عشنا بالعراق فترات طويلة، يعني لا يجوز لوحدة عسكرية أن تعتقل مدني في أي مكان بالعالم، بينما تحولت وحداتنا العسكرية وسجون وحداتنا العسكرية، يعني حتى السجناء العسكريين هناك ضوابط قاسية للوحدة العسكرية حتى تدخل هذا الجندي أو ذلك العسكري إلى معتقل، وهناك تفتيش مستمر. لذلك لا يجوز لهذه الوحدات العسكرية أن تعتقل مدنيين بأي شكل من الأشكال. تحولت مع الأسف وحداتنا العسكرية المنهارة التي تغلغل فيها المحتل الإيراني في كل مستوياتها إلى معسكرات للتعذيب وللقتل يعني نقل هؤلاء السجناء بشكل من الأشكال داخل المعتقلات ومن ثم أرسالهم إلى معسكرات الموت التي نطلق عليها سجناء. يعني حقيقة هو هذا الموضوع أنا سأعود إليك من حيث بدأت، ولكن دعني أنتقل إلى ضيفي الناطق الرسمي باسم المجلس السياسي العام لثوار العراق الأستاذ مازن التميمي. أستاذ مازن مرحبا بكم، وبداية نقول كل عام وأنتم بخير. مركز جنيف للعدالة اعترف ضمنيا بوجود ممارسات وحشية قصرية، هذه الممارسات يعني تقوم بها الأجهزة الأمنية تجاه المعتقلين لدرجة أنها لم تستطع اللجنة التي جاءت إلى مركز جنيف أن رد على أسئلة المركز. كيف يمكن أن نؤسس إلى الإصلاح وأساسنا هش سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وإلى ضيفك وإلى كل المشاهدين. سيدي الفاضل، أنا أعتقد أنه ما جرى في الاجتماع الدورة 55 اللي انتهت أعمالها في 14 وبدأت أعمالها في 14/8 من هذا العام، حتى أنه رغم الأكاذيب التي حاولت وفد العراق أن يروج أو أن يسوق، إلا أنه لم يستطع أن يجيب على كل الأسئلة التي وجهت إلى من قبل اللجنة الأمم المتحدة. والمفارقة أنه حتى أحد أعضاء اللجنة الأمم المتحدة واجه الوفد عندما وبحدة وبكلام قاسي
عندما قال لهم تتحدثون تتحدثون عن القانون وعن طموحكم وأفضليتكم باستخدام القانون، لكنه على مستوى الواقع وعلى مستوى الميدان هناك جرائم، هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، هناك قضاء فاسد. وحقيقة هذا عبر عن الموقف الحقيقي لما يجري في العراق من جرائم وانتهاكات تقوم بها حكومة المنطقة الخضراء والميليشيات. سيد الفاضل، هناك معتقلات، هناك سجون سرية وهناك سجون علنية، ولكل الميليشيات الذي عددها أكثر من 50 ميليشيا، لكل ميليشيا لديها سجنها الخاص، تختطف من تريد وتقتل من تريد وتعذب من تريد. وحتى أنه نعطي دليل حتى المشاهد يفتهم، أنه حتى في فترة من الفترات أحد رموز العملية السياسية وهو عزة الشابندر في لقاء تلفزيوني قال 95-90% من المعتقلين هم أبرياء، يعني عندما يحصل تفجير تذهب الأجهزة الأمنية وتلقي القبض على كل أبناء المنطقة إرضاء للمالكي وللحكومة، في حين المعتقلين كلهم أبرياء والمجرم هو طليق. أيضا عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب اللي هو عادل النوري يقول هناك كبار من المسؤولين العسكريين لدي أنشأوا معتقلات خاصة لهم لغرض أو يتم من خلالها بيع هؤلاء المعتقلين، أي بمعنى ابتزاز أهلهم وذويهم. هذا هو وضع وديدن السجون اللي الموجودة بالعراق، وهذه السجون يوميا نشوف على شاشات التلفزة كيف يمارس التعذيب وكيف تنتهك بها حقوق الإنسان وكيف يستصرخون السجناء نتيجة الممارسات البشعة التي ترتكبها هذه الميليشيات تجاههم. وبعلم الحكومة، ألم يعلن العبادي وهو رأس السلطة بأنه الحشد الشعبي ارتكب من الجرائم؟ وكلنا نتذكر الجرائم التي ارتكبت بعد دخول تكريت في الدور وفي مناطق أخرى. أستاذ مازن، يعني عذرا للمقاطعة، أستاذ مازن أنا بالبداية سألت سؤالي للضيفي في الاستوديو الأستاذ سرمد، وأيضا أسأل لك، يعني كان مفروض يعني خلينا نقول الصفحة الماضية تطوى بمناسبة يعني عزيزة، مناسبة الله سبحانه وتعالى كرم بها كل خلقه أنه يعيشون في أيام العيد وهم متحابين، كل من لديه خصومة مع الآخر يعني يتقابلون يتصافحون يقدمون لهم التهنئة. يعني كان من المفترض أن نلمس من حكومة السيد العبادي التي تقود اليوم الإصلاح أن يعني أقلها تكسر الخواطر أو تجبر الخواطر وتطلق صراحة، نقول ما نقول اللي تسببوا بقتل العراقيين لا إطلاقا، ولكن الذين ظلموا وزجوا في السجون في غياهب السجون بدون وجه حق. أستاذ إسماعيل، أنت تتحدث عن دولة، أنت تتحدث لو كانت هناك أكو حكومة في هذه الدولة. في العراق لا توجد دولة ولا توجد حكومة، هناك عصابات، هناك ميليشيات هي من يحكم، وفي كل شارع بالعراق أكو حكومة تقودها هذه الميليشيات. وبالتالي هذا الوصف اللي انت تحدثت به وكعيد ويجب ان يكون تسامح، هذا لدى الحكومات ولدى الدول ولدى القيادات التي لديها انتماء وطني للبلد. اما هؤلاء ليس لديهم انتماء لهذا البلد، ولا الم يكن هم هؤلاء القادة في المشهد السياسي من قاتل مع ايران ويفتخر انه قاتل مع ايران؟ العدو العراقي يسميه العراق العدو، ألم يفتخرون بأنهم كانوا يعذبون الأسرى العراقيين عندما كانوا في إيران ويتلذذون بإيذائهم وبممارسة أبشع أنواع التعذيب معهم؟ الآن هم من يتسيد المشهد السياسي في العراق، فماذا تتوقع من هؤلاء؟ أنا أعتقد حتى مسألة العفو العام، كيف يكون العفو العام وهؤلاء هم أبرياء؟ يعني العفو العام إلمن إذا هؤلاء الناس كلهم أبرياء وعشرات الآلاف منهم؟ نعم. بدون تهم بدون مذكرة إلقاء قبض ولا بدون مذكرة قضاء، وكلهم بتهم نتيجة المخبر السري الذي أصبح هو من يحدد من هو المجرم ومن هو البريء. وبالتالي أنا أعتقد ما يجري في العراق يجب على الضمير العالمي أن يتحرك، ومطلوب من كل الحقوقيين والقانونيين ومن كل أحرار العالم ومن كل السياسيين القيام بواجباتهم الأخلاقية
والإنسانية إذا ما يرتكب من جرائم يجب تعرية. يعني الآن الهيئة لجنة الأمم المتحدة في جنيف من خلال الدراسة التي التقرير اللي نشره مركز جنيف الدولي للعدالة واللي وضح بكل الحقائق والانتهاكات، وهذا اعتراف رسمي من الأمم المتحدة أنه ما يجري في العراق ومن جرائم ترتكب بحق أستاذ مازن المعتقلين وعود اختصار. بس هناك نقطة، حتى مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن عندما عقد ندوة، وكانت هذه ندوة مهمة تحدث فيها أحد المفتشين الأساسيين الأمريكيين كان اللي كان في العراق، وصف القضاء العراقي وقال يعيش بغيبوبة أو يمر بغيبوبة. إذن هناك قناعة حتى عند المجتمع الدولي بأن في العراق ترتكب أستاذ مازن الجرائم. أستاذ مازن سأعود إليك إلى نقطة جوهرية، ولكن بعد أن أنتقل إلى ضيفي الأستاذ سرمد. أستاذ سرمد، يعني حقيقة موضوع انتهاكات حقوق الإنسان اليوم من الصعب أن تسكت عليها. طبعا ده يجري يعني أمام المرء، انتهاك حقوق الإنسان. يعني للأسف الشديد أنا ما أعرف هل هي إنه تجربة أبو غريب هي إذكاء لهذا العنف ولهذه القسوة ولهذا. طيب إحنا عندنا من يحمي حقوق المواطن اللي هو الدستور، كيف يسمح لهؤلاء المتنفذين أن يقفزوا على الدستور اللي هو يحمي حقوق المواطنين وينظم الحياة ويجري بهذه القسوة لهم؟ أولا أستاذ إسماعيل، الدستور كذبة كبيرة يعني تم إطلاقها على العراق والعراقيين. لا يوجد شيء اسمه دستور، وإنما الحاكم المطلق هو المحتل، ما يريد الاحتلال ينفذه بغض النظر إذا هناك مادة دستورية تغطيه أو مادة دستورية تمنع من هذا العمل. حقيقة يعني يجب أن نعرف بأنه الدستور هو عصائب أهل الباطل، الدستور هو بدر، الدستور هي هذه العصابات التي تخطف وتقتل وتعذب علنا أمام الكاميرات وأمام الرأي العام وأمام الصحف بشكل واضح وصلف. ولذلك أنا أقول يعني هذه كفانا من هذه العبارات. ميزان العدالة في العراق ليس ميزان عدالة مائل قليلا وإنما عاطل عن العمل. المنظومة القضائية عليها صدأ احتلال واضح لا تستطيع أن تتحمل المسؤولية. هذه السجون عبارة عن غرف ومعتقلات وبنايات لقتل العراقيين. هناك ملاحظة مهمة سيد إسماعيل. هل يعتقد البعض في العراق أو خارج العراق بأنه اللي موجودين بالسجون هم السجناء فقط؟ بل العراقيين كلهم سجناء، اللي موجودين داخل السجون واللي موجودين خارج السجون. وأعطي مثال حتى الناس تعرف ماذا أقول. جسر بزيبز هو أكبر مثال على سجن العراقيين. عندما كانت داعش تقتل بالعراقيين والعراقيين ينسحبون باتجاه مكان آمن أكثر أمنا، تكون أجهزة الدولة تطبق الحصار من جهة معينة حتى لا تسمح للعراقيين للعبور حتى داعش تكمل مهمتها بالقتل والذبح. لذلك احنا لدينا هنالك مشكلة كبيرة. يجب أن نعرف بأنه المحتل الإيراني لديه عقدة، هي عقدة منذ عام 1988 عندما تجرع خامنئي خميني السم، وعندما انتهت الحرب العراقية الإيرانية لا زال هذا الإيراني يريد أن ينتقم من العراق والعراقيين. ولذلك عندما ترى المعسكرات، هذه السجون التي موجودة في الناصرية أو في التاجي أو غيرها، هنالك معسكرات وسجون لطائفة، هناك معسكرات وسجون لأسماء. يعني أستاذ سرمد، حتى حقيقة حتى نشخص كل شيء يعني بصدق، نعم. أنت تحدثت أنه الإيرانية تتدخل بالشأن العراقي، نعم. بالسجون، نعم. في الحياة السياسية العملية، نعم. طيب احنا عندنا سلطة تشريعية وعندنا سلطة تنفيذية وعندنا سلطة قضائية وعندنا رئاسة حكومة، رئاسة جمهورية. هم أجي أقول لك أنه هؤلاء البرلمانيين هم كانوا ممثلون على الشعب والشعب انتخبهم، جرت بطريقة تزوير وغيرها. احنا اليوم احنا عندنا حكومة، ليش انا اسمح للاجنبي ان يجي يتدخل حتى في حيثيات حقوق الانسان مالتي انا؟ يعني نعيب على ايران ام نعيب على اساسك؟ لا يجب ان نشخص استاذ اسماعيل. هذه الحكومة او الحكومات السابقة، يعني ابتداء من الحكومة الاولى حكومة الاحتلال الاولى، مرورا بحكومة ابراهيم سيد اياد علاوي، بعدين ابراهيم الجعفري، هذه الحكومة زجت بالعناصر الاحتلالية الايرانية الى داخل مؤسسات الدولة. اليوم ايران تحكم، يعني هل هذا البرلمان هو يمثل مصالح الشعب؟ ليش العراقيين ينتفضون ويصيحون حلوا البرلمان، مرد البرلمان؟ يعني هذا البرلمان للسيارات المصفحة، لقطع الاراضي اللي على نار دجلة، للرواتب العالية. ماذا عمل رئيس حكومة الاصلاح السيد حيدر العبادي حول هذا البرلمان؟ هذه الشخصيات المتنفذة التي قدمت من إيران، العصائب تلتزم بقانون أو بتعليمات العبادي مثلا؟ هل يلتزم قائد ميليشيا مثل الخزعلي أو غيره يستعرض بأسلحة أمام
نظر الدولة نعم. وأمام التلفزيونات ويقوم بالخطف والقتل، بل يهدد رئيس الوزراء، بل يهدد الوزراء، بل يهدد البرلمانيين علنا نعم. أين الحكومة؟ فلذلك لا نستطيع أن نقول بأن هنالك يعني أي نوع من السلطة العادلة الحكومية. يجب أن نسمي الأسماء بمسمياتها نعم. لازلنا تحت الاحتلال الإيراني المباشر ولذلك عملية القتل وليست الإعدام التي تجري في السجون عملية قتل منظمة تجري لطائفة تجري لأسماء. عندهم قوائم، كم عندنا عمر بالسجن؟ لاحظ أنت عملية التعذيب كيف يمارس التعذيب بشكل طائفي ممنهج من معذبين إيرانيين، ووصلت كثير من الأفلام إلى مؤسسات حقوق الإنسان، إلى المؤسسات الدولية، إلى المحاكم الدولية، والكل يعلم لا يستطيع أحد أن يتهرب من مسؤولية. جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، الأمم المتحدة، الكل يعلم بهذه الخروقات والفساد الذي يجري في داخل السجون. يا سيدي يا أستاذ إسماعيل، يتم إطلاق سجين بأمر من محكمة عراقية نعم. سراحة يجب أن يطلق، لا يتم التنفيذ إلا بعد يدفع أهل مبالغ خيالية فدية 50-60-70 نعم. ألف دولار. أين النظام؟ أين القانون؟ لأن السجان هو عضو في ميليشيا نعم. لأنه عصابة المافيا هي التي تقود السجن وتقوم بعملية تعذيب ومنهج. طيب أعود إليك أستاذ مازن، يعني ليس بعيدا اكتشفت القوى الأمنية عن وجود معتقل سري كبير، قالت أنه يقع إلى جنوب من العاصمة بغداد. هذا المعتقل السري الكبير تابع لميليشيات ويقبع فيه المئات من المواطنين خارج سلطة السلطة، يعني نقول خارج سلطة السلطة، يمارس تعذيب ابتزاز تشرف عليه شخصيات قيادية في ميليشيات متنفذة. وين اليوم دور القضاء؟ وين دور الحامي للدستور؟ أين البرلمانيين اللي يمثلون الشعب اليوم والمفروض هم اللي يتابعون حقوق المواطن؟ إذا احنا كنا نقود إصلاح والإصلاح معكز، ما جاءت يعني ما فائدة انه انا كطبيب اشخص المرض وبس، مجرد اقول انه انا جراح، انا جراح وامسك المشرط، لا استطيع ان استأصل، لا استطيع ان استأصل الورم. نعم، دور القضاء هو ان يطلق سراح المجرم، دور القضاء في العراق أن يحمي السارق والفاسد، دور القضاء أن يتبنى الميليشيات ويدعم ويشرعن عملها. وبدليل الآن التظاهرات عندما خرجت وطالبت أن إقالة محمد المحمود نعم. فتحة المحمود، ماذا حصل؟ ذهب أكبر زعيما لميليشيات هذه بالعراق الهادي العامري وابو مهدي المدرس يزورون مدحة المحمود ويتحدون إرادة الشعب ويقولون للشعب اسمعوا الرسالة واضحة، نحن نحمي هذا القضاء لأن هذا القضاء هو من يحمي هذه الميليشيات وهو من يتستر على الجرائم. فأي قضاء تتحدث عنه سيد الفاضل؟ لا يوجد قضاء في العراق، القضاء في العراق مشلول، والقضاء في العراق ميت منذ 2003، وتحكمنا شريعة الغاب، والقضاة الذين يصدرون الأحكام هم ليس قضاة بقدر ما هم أدوات بيد الميليشيات. وراح أضرب لك مثل ويتذكر كل العراقيين، تتذكر جريمة ما يسمى بعرس عروس الدجيل عندما نعم. حصلت، قالوا هذه جريمة راح ضحيتها 70 قتيل، الحقيقة هي في حقيقتها كانت قصة، لا وجود للأسماء ولا وجود لعناوين الذين ماتوا، وتم إعدام 15 مواطن بريء من أهل التاجي لأن نعم. كانت قبل الانتخابات، وكان هذا الشخص فارس تليح اللي كان أحد المواطنين يثق بالإعدام لأن كان يثقف إلى غير قائمة الدعوة وإنما إلى قائمة علاوي، خلقوا هذه الجريمة الوهمية وراح ضحيتها وهذه موجودة بالمحاكم وممكن نسألون بها قضاة يعرفون محامين دافعوا عن أبناء هؤلاء الناس ولكن هددوا ولذلك بقت الملفات. فهذا أي قضاء اللي يحمي السارق؟ أي قضاء سيد الفاضل؟ هؤلاء مجموعة لا تؤمن بالعدالة ولا تؤمن بالقانون وإنما تؤمن بأن يكون العراق تبع إلى بلاد فارس. وبدليل تصور أنه
رفسنجاني يفتخر بأنه القلم الذي وقع على أعدام الشهيد صدام حسين هو رمز وانتصار تاريخي. انظر إلى هذا الحقد، حتى القلم يفتخر به لأنه وقع على أعدام على شهيد الحج الأكبر وعلى شهيد الأمة صدام حسين. هؤلاء يعتبرون كل ما موجود بالعراق قد ما يتقاطع مع مشروعهم فهو يجب أن يعذب ويجب أن يعتقل ويجب أن يختطف ويجب أن يقتل، وبدليل أنه حتى الأهالين في الأنبار عندما أرادوا أن يأتوا إلى بغداد من خلال ما حصل من جرائم داعش وغير داعش طلبوا منهم كفيل والبعض منهم مات. الآن سيد الفاضل موجود أكثر من 220 سجين ماتوا بالسيل. نعم. يعني هم لا يسمحون حتى للسجين الذي إذا تمرض يمنعون عنه الدواء، وشفنا عندما توفي الشهيد طارق عزيز حقدوا حتى على جثته. نعم. وخطفوا حتى جثته، فأي قضاء تتحدث عنه وأي طيب يعني أستاذ مازن عنهم. إذا كنا في هكذا قضاء تتحدث عنه أنت وغيرك، وضيفي في الاستوديو يقول انه القضاء هو قضاء من خارج الحدود وسلطه لا تستطيع ان تجابه خلينا نقول نفوذ الميليشيات، اين يلجا المواطن؟ يلجا الى الغرب؟ يلجا الى الامم المتحده؟ اين الامم المتحده عندما انتهكت حقوق المواطنين السجناء في ابو غريب؟ اذا لو ما تكون هناك يعني مظله لهؤلاء وغض البصر عن افعالهم وعن جرائمهم، اين يذهب المواطن؟ ما يلجأ بس لله سبحانه وتعالى. المواطن أولا وآخرا يعتمد على أبناء شعبه من المخلصين ومن الأحرار، ويدعم القوى الوطنية والمقاومة الوطنية، لأن لا نعول لا على الغرب ولا على الشرق أن يعين العراقيون. العراقيون قادرون على أن يجهضون هذه الحكومة وهذا المشروع بتلاحمهم وبتفاعلهم، وهذا أكبر دليل التظاهرات التي انطلقت رغم كانوا يسوقون بأنه الفرات الأوسط والجنوب هم من حصة هذه الحكومة ومن حصة هذه الأحزاب الطائفية، ولقد شفنا ماذا فعلوا، ما فعلت هذه التظاهرات عندما هاجمت حتى المرجعيات الدينية واتهمتها بالسرقة وبالتستر على هذه الحكومة وعلى هؤلاء الفاشلون والفاسدون. أنا أعتقد على العالم الغربي أن تكون له وقفة أمام يعني من يتحمل المسؤولية الأخلاقية هي الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأساسية، لأن هي محتلة العراق وهي من جاءت في هذه الطغمة الفاسدة الفاشلة، فعليها أن تتحمل وهي تتحمل بالدرجة الأساسية، إضافة إلى المجتمع الدولي ما يجري بالعراق من كارثة ومن دمار ومن قتل، وكل شعبنا اللي هجر واللي قتل واللي اختطف واللي مطارد واللي مجتت، هذه يجب على العالم أن يقف، ويجب ولو لمرة واحدة أن يسقط يساهم في عملية إجهاض هذه العملية ويدعم القوى الوطنية الرافضة لهذه العملية السياسية، وعلى الحكام العرب أن يكون لهم موقف ما يجري بالعراق من كارثة ومن قتل ومن تدمير. عندما كان العراق عراقا وكان لاعبا أساسيا بالمحيط العربي لم تجرأ لا إيران ولا هؤلاء الأقدام أن يعبثوا بأمن العراق وأمن الأمة. طيب. وإذا لم يستعيد العراق عافيته ستبقى الأمة في حالة خطر، وسيبقى هؤلاء يصدرون الإرهاب داخليا وخارجيا. طيب. على الأمة العربية أن تعرف أن إيران هي عدوة العرب أولا وآخرا، لأن إيران لديها مشروع، وإيران تستهدف العراق وتستهدف الأمة، وهؤلاء الذين يحكمون في بغداد هم أدوات إيران. أنت سألت ضيفك الأستاذ سرمد أنه الحكومة ما عندها قرار، أي قرار؟ هذه حكومة مسلوبة الإرادة الوطنية، ليس لديها قرار. هذه الحكومة تتبع وتنفذ أوامر ولاية الفقيه وتأتمر بأوامر قاسم سليماني، وإيران هي من يرسم المشهد والخارطة السياسية. طيب. في العراق. أستاذ مازن، وبالتالي على المجتمع الغربي وعلى المجتمع. نعم. العربي أن يعي هذه الحقيقة، لأننا قلناها منذ بداية الاحتلال ولغاية الآن. نعم. ضيفي يريد أن يعقب على ما ذهبت إليه أستاذ سرمان. السؤال اللي وجهته للأستاذ مازن قبل قليل حول المعتقل السري الذي. نعم. حقيقة يجب أن نتذكر بأنه خلال فترة حكومة الاحتلال الثالثة يعني أيام إبراهيم الجعفري كان وزير الداخلية صلاغ، ووزير الداخلية في مبنى وزارة الداخلية في الطابق الخامس كان مكتب الإرهابي الدولي قاسم سليماني. نعم. والكل يعلم هذه الحقيقة، وكانت القوات الأمريكية تقوم بعملية تفتيش مستمرة قوات الاحتلال الأمريكي. نعم. وداهمت مقر وزارة الداخلية ووجدت معتقل بأكثر من 500 عراقي في ظروف سيئة جداً. وعندما سئل الوزير اللي قاعد في مكتبه يقول أنا ما أعلم أكو هنالك معتقل في مبنى الوزارة. نعم. وإحنا نعرف حتى نفسه كان وزير الداخلية سابق
سولاغ عندما يريد أن يدخل إلى وزارة الداخلية يستأذن من رئيس الحكومة حتى يبلغون قاسم سليماني حتى يسمح له يصعد إلى مبنى الوزارة. هذا وضع الحكومة. بعدين احنا نذكر المشاهد الكريم استاذ اسماعيل نذكر كيف يعني عندما كان السيد طارق هاشمي نائب رئيس الجمهورية في وقته يزور السجناء والمعتقلات، اختراق السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية للخط الأحمر المرسوم من قبل إيران، لأنه المعتقلات والسجناء والسجون عبارة عن خطوط حمر إيرانية. عندما اخترق السيد طارق الهاشمي هذه السجون كيف لفقت التهم إلى طارق الهاشمي وأصبح مجرم وحكم بالإعدام؟ السبب الحقيقي لأنه إيران لا تقبل ولا توافق على اختراق أي خط من خطوط الحمر. شنو الحل؟ شنو الحل؟ الحل بأنه يجب أن يثور الشعب العراقي يتحرك. هذه النشطاء الموجودين اليوم اللي كانوا يقودون التظاهرات تم اعتقالهم من قبل ميليشيات متنفذة. أستاذ إسماعيل، ما دام أكو شرفاء مثل الشعب العراقي الثائر الآن، مثل حضرتك ومثل الملايين الثائرة في العراق، لا يمكن لهذه الحكومة مهما ملكت من قوة أن تستمر، ولا يمكن لأي سلطة احتلال أن تستمر. لذلك علينا المستمرار والإصرار بأنه إيران، هنالك شيء اسمه إيران موجود في داخل العراق، يعني يلعب بمصائر العراقيين. يا سيد إسماعيل، خلي يعرف المشاهد الكريم، حتى إحنا في الخارج لا نسلم من تهديدات إيران ومن خطط إيران الخبيثة عندما نزعجها بالكلام. فكيف المواطن العراقي الذي يثور، وإحنا أكبر دليل على ما حدث للبطل الشحماني، كيف عملية استدراجه واعتقاله لأنه استخدم صوته فقط واعترض بالورقة والقلم أو باللافتة وبالصياح ضد الفساد الذي وصل للسجون؟ السجون أكبر مرتع للفساد في العراق، عملية متاجرة ومصدر رزق لهؤلاء المجرمين. انطونا هدوم خلينا نودي للسجين، انطونا أكل خلينا نودي للسجين، والله هذا الأكل ما يوصل إلا ب$10,000، والله هذا سجينكم يراد له دواء ما نوصل إلا ب$20,000، والسجين مقتول ومعدوم منذ فترة طويلة. المواطن ما عنده ممثل بقبة البرلمان، لجنة حقوق الإنسان وفي لجنة في البرلمانية، دورها يا سيدي دورها؟ يا سيدي، مسألة البرلمان أنا دائما أقول احنا علينا ان نوفر، يا رئيس الحكومه، رئيس حكومه الاصلاح يا سيد عبادي، اطرد البرلمانيين جميعا وخلي رؤساء الكتل المجرمين هذول، لان هم هذول الرؤساء الخمسه او السته بالحقيقه هم هذول البرلمان. اما هذول القاعدين النائمين ثلاث ارباعهم قاعدين بالحج على حساب الدوله، واللي بكت راحوا بهذا الحادث الاليم، واللي نعزي اهالي الحجاج اللي نتيجه التدافع في منى، احنا نعرف البرلمان العراقي معظم اعضائه يروحون بالحج على حساب الدوله العراقيه او على حساب هذا المجتمع او الشعب الفقير. لذلك أنا أقول طردوهم هذولا، طردوهم، مو فقط طردوهم وإنما حيلوهم للمحاكم، لأنه كل هؤلاء بالحقيقة أجرموا بحق الشعب العراقي. لا محاكم بها كلا، لا هذه المحاكم ما لها كل قيمة، محاكم مدحت المحمود ومحاكم إيران كل قيمة ما لها. أنا اقترحت في بدايتها، وهنالك قاضي فاضل موجود في كردستان الأستاذ عبد الستار رمضان، نائب المدعي العام، عنده يعني بحوث كثيرة حول إصلاح القضاء. أنا اقترحت في وقتها بأنه يعطل القضاء تماما وتجلب الحكومة مستشارين دوليين من القضاة الدوليين والعرب لإقامة نظام قضائي مؤقت إلى أن يتم إصلاح نظام القضاء العراقي، لأن هذا النظام لا يمكن إصلاحه أبدا، لأن هذا النظام إيران أفسدته بالمال وبالقوة وبالتهديد. وإحنا ما عدنا قضاة، لدينا قضاة، عدنا أحسن قضاء، إحنا لدينا قضاة محترمين وأجلاء، بل هم من كتبوا الدساتير والقانون في الدول الشقيقة، لكن يحتاجون إلى أدوات صحيحة. لا يستطيع القاضي أن يتحرك وحوله أكو 40 ثعلب و40 ذئب من فيلق القدس الإجرامي وجماعة سليماني، إذا تحكم هذا نخطف أطفالك، إذا تحكم هذا، إذا ما تحكم هذا بالإعدام راح ندمرك أنت وعائلتك. ولذلك كيف يستطيع القاضي في جو مثل هذا الجو الغريب الذي ليس له علاقة بالقضاء أو بنظم الحكم في العالم؟ أنا أعتقد الحل الوحيد بأن نعطل هذا النظام ونجلب نظام مؤقت يكون حتى خارج الحدود، يعني حتى يطمئن هذا القاضي بأنه يستطيع أن يحكم لصالح العراق، ولدينا قضاء في الدول العربية في الدول الشقيقة، نستطيع أن نستفيد من هذه الخبرات بإشراك القضاة العراقيين وبقيادة القضاة العراقيين، لكن في ظروف مثالية أفضل. هذا القضاء لا يمكن معالجته أو إصلاحه. بعدين السجون، كل السجون في العالم
ايا كان هذا السجن، ايا كان هذا المجرم، حتى لا حكم بالاعدام وسيتم تنفيذه بعد بكره، يجب ان يحصل على الرعايه الصحيه والرعايه الاجتماعيه والتعليم في داخل مؤسسه السجن اللي هي مؤسسه اصلاح. احنا عندنا سجوننا عباره عن علب للتعذيب وعلب للاهانه ومكانات وسخه وقذره ومكانات موبوءه، اللي ما يموت بالاعدام والتعذيب يموت بالسل وبالامراض وبالجوع. على سياق السجون، ليش المكان او الجرم لنقول الذي يحصل لأي شخص، لماذا يتم نقل هذا الشخص إلى أماكن أخرى؟ يعني بدليل يعني اليوم احنا كثير من السجناء اللي هم يعني قضيتهم في بغداد أو المحافظات ينقل إلى سجن الناصرية، ما سبب يعني في سجن الناصرية؟ السبب لأن هناك في سجن الناصرية عصابة إيرانية متمرسة لا تعمل بشكل منظم لقتل وإهانة العراقيين، ولذلك كل الضغوط لنقل السجناء، خصوصا السجناء اللي يعتبرها النظام سجناء خطرين او يمثلون تحدي لايران ولسياسة ايران، فهذا هو العقاب حقيقة بنقل السجين لهذا السجن حيث يتم البدء بالتعذيب وينتقل تدريجيا للاعدام. لذلك انا اقول الحل الوحيد هذه السجون والمنظومات يجب ان تغلق نهائيا. جيد. استاذ مازن، بسؤال اخير، يعني حقيقة من الأمور المهمة اللي طرحها مركز جنيف للعدالة هو أن السجون العراقية اليوم تتخذ كوسيلة لإجبار يعني النساء على ممارسة الرذيلة بسبب ضعف الرقابة الحكومية عليها. يعني قانون 4 إرهاب استخدم من أجل زج الكثيرين من المعتقلين الذين حقيقة دخلوا هذه السجون دون مسوغ قانوني، أسباب سياسية، أسباب طائفية، وهذا هو قمة الظلم. يعني اللي حول أبنائنا للأسف الشديد بدل ما أنه يكونوا مع الدولة اليوم هم خارج حدود الدولة بسبب ممارسات الظلم. أستاذ إسماعيل، لا يوجد في العراق سجون، يوجد معسكرات تعذيب. هذه السجون السرية والعلنية كلها تتميز بالتعذيب وبتتفننون بالتعذيب، وخصوصا الميليشيات التي هي من يشرف على عملية التعذيب، ولذلك هذه السجون هي خارج قياسات القوانين الدولية أو حقوق الإنسان، وبالتالي تمارس فيها نوع من التعذيب الذي لم يعرفه البشر. يعني حتى النساء لم يعني أكثر من 9000 امرأة عراقية بريئة في هذه المعتقلات تعرضت إلى التعذيب، تعرضت إلى الاعتداء الجنسي، وهذه حقيقة لن يستطيع أحد أن ينكرها، وهذه جريمة بحد ذاتها يجب أن يقف عليها العالم. يعني تصور العام الماضي حتى وفد اللي راح من العراق في عام 2014 أمام الأمم المتحدة اعترف أنه نعم هناك حالات تعذيب هي 516، اعترف بعظمة لسانه. طيب إذا كانت هناك حالات تعذيب 516، ماذا جرى للذين عذبوا هؤلاء؟ ومن هم الذين أشرفوا على عملية التعذيب؟ وأين هي محاسبتهم وأين القضاء منهم؟ فإذا هم يعرفوا، يعني هم ينقلون بأنه هناك جرائم وتعذيب. أنت أخي سيد الفاضل أحمد العلواني كلتنا نعرف صحته شلون كانت، شلون صحته من طلعوا قبل فترة بالصور، مو طلع هزيل وزين إذا عضو برلمان هكذا ما رسوا التعذيب وياه، فكيف أمد الخايبة؟ ولذلك أنا لا أرى أن هناك أمل في هذه العملية السياسية حتى أن تنصحها أن تقوم بدورها، أو هذه الحكومة تقوم بدورها، طالما هناك ميليشيات هي من تحكم وطالما هناك إيران هي من تقرر. وبالتالي أنت تتذكر يعني عرج ضيفك الأستاذ سرمد على سجن اللي في وزارة الداخلية، طيب وملجأ الجادرية اللي اكتشفوا الأمريكان وجو شافوا لدريل شلون يمارسون بي يعذبون بي المعتقلين المحجوزين في ملجأ الجادرية وفي زمن حكومة صولاغ أيضا. صولاغ نفسه في لقاء صحفي متلفز يقول يجب أن نعمل على قضاء متنقل بالوحدات العسكرية ونعطيهم الصلاحيات أن يحكموا. إذن هذه الأساس الذي بني عليه هذا القضاء وبنيت عليه هذه اللجان وصلت التي تحقق وتشرف. وصلت الفكرة سيد الفاضل، الحل الوحيد هو أن الشعب العراقي أن يثور ويسقط هذه العملية السياسية، وعلى العالم أن يعترف ويشرع هذه المقاومة الوطنية الحقيقية، ويكونون هم البديل الفعلي للعراق والبناء وإعادة بناء الدولة العراقية. شكرا للناطق الرسمي للمجلس السياسي العام لثوار العراق الأستاذ مازن التميمي، كنت ضيفي عبر الهاتف من لندن. سجناء،
بعضهم يتم تهيئة كل ظروف هروبهم، والبعض الآخر ينقلون حتى يتم تصفيتهم. كيف ترى النقيض؟ يعني العملية واضحة جدا، السجناء اللي ما قدروا يقتلوهم لسبب معين فيتم نقلهم من سجن إلى سجن، وتنتظرهم الميليشيات في الطريق ويتم إعدامهم بطريقة واضحة. هناك تواطئ بين الداخلية وبين السجون وبين وزارة العدل لقتل 30-40-50-100 سجين خلال عملية النقل، وهذه العملية تكررت عدة مرات، وهذا واضح بأن هنالك قرار بالتصفية سواء بحكم أو بدون حكم. عملية التهيئة كل الظروف لهروب السجناء معينين حتى تتم عملية تصفية، وعملية عملية أخرى مثل ما حدث في سجون الموصل وسجون التاجي، هنالك عمليا من أطلق عناصر من داعش ليتم تهيئتهم لسيطرة على المناطق وذبح الناس، حتى نعرف بأنه هذه العناصر لها علاقة مباشرة بالنظام. طيب وبيرا أستاذ أسميحك، يعني سأنتقل إلى شخص حقيقة كان أحد المعتقلين في السجون الحكومية، معي عبر الهاتف من بغداد السيد أحمد عبد السلام. أستاذ أحمد، باعتبارك أنت أحد المعتقلين، ضع المشاهد الكريم في قلب الحقيقة، كيف يجري التعامل مع السجناء والمعتقلين؟ إجراءات التحقيق كيف يتم؟ نعم، بداية الأمر السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير وضيفيك الكريمين بخير والشعب العراقي بخير. أعني من أحد سكنة بغداد، اعتقلت بسنة 2011 سيارات حكومية عسكرية اعتقلتني من الدار، أخذتني إلى أحد السجون، من مكان إلى مكان حولوني، وصلت إلى سجن البلديات في بغداد. نعم. عند استخبارات الداخلية. نعم. فوصلت الساعة 6 المغرب. نعم. عرضت على المحقق الساعة 8 المغرب مساء، الساعة 8 مساء عرضت على المحقق اللي هو اسمه علي البهادلي. نعم. وكان معه ضابط رائد اسمه علي البهادلي، كان معه ضابط اسمه نعمة الغرباوي ورائد حسنين. نعم. شنو التهمة مالتك يا سيد أحمد؟ توقعت أني أنه أكو فتهمة معينة لح يوجهوها إلي، أو أكو فتسبب لاعتقالي، أو أكو مذكرة اعتقال. نعم. فسألتهم أكو مذكرة اعتقال؟ قال ماكو مذكرة اعتقال، أكو إحنا هنا عندنا مكان للتعذيب، فأنت تحب تروح لمكان التعذيب أو تعترف مثل ما إحنا نزودك. قلت له شو تزودني على شنو على شنو اعترف؟ قال لي عندي احنا عندنا اصول اخبار جايبين من المناطق الملتهبه في بغداد. نعم. من العامريه والغزاليه والعدل والجامعه وكذا وكذا وكذا، عدد عده مناطق. قلت له هاي شنو ايش بيها؟ قال لي اكو عندنا قضايا انفجارات وغيره، لازم تعترف انت نحفظك القضيه واصل الاخبار وتاريخها وشنو نوع الانفجار ونعرضك على القاضي تحكي هاي الاقوال. نستعد لو نوديك للتعذيب. قلت له أنا ما أقدر أعترف على شيء أنا ما مسوي. نعم. قال لي إذا الحكي ما يفيد وياك، تعالوا الشباب خذوه للتعذيب. نعم. 21 يوم أنا بالتعذيب كهرباء بالذكر وتعليق إلى الخلف، طبعا إيدي مخلعة. نعم. وكهرباء بأصابعي وكيس مال النفايات أجلكم الله براسي ومتروس مي. نعم. حد ما يغمى علي. بعدها قلت له اني مستعد 21 يوم، قلت له اني يوميا هذا التعذيب من الساعه 6 المغرب للساعه 5 الفجر. نعم. قال لي خلاص احنا، قلت له اني مستعد ابصم على ورقه فارغه. قال لي لا انا ما بدك تبصم على ورقه فارغه، اريدك تروح يم القاضي تحفظ هاي القضيه اليوم، تكتب ليها بورقه طبعا. نعم. تحفظ هاي القضيه وتنعرض على القاضي. فاني استسلمت للامر، قلت انعرض على القاضي ممكن القاضي ينجيني. نعم. اروح للقاضي واقول له انا تعذبت واني كذا. فحفظت القضيه مثل ما طلب من عندي المحقق ورحت انعرضت على القاضي يوم 22 الصبح. نعم. تفاجأت دخلت على القاضي اسمه سعد اللاني في محكمه الساعه. انا اذكر هاي الاسماء للتاريخ طبعا. نعم. القاضي سألني شنو القضية اللي انت مسويها؟ قلت له سيادة القاضي يعني تعرضت الى تعذيب وممكن اشوفك اشتافي وجسمي والكهرباء اللي بالذكر يعني واللي صار بيه. فقال لي الظاهر انت ما مدرس زين. فصح المحقق قال له انت شغلك ما يعجبني، هذا الرجل يريد ينكر. أه.
تاخذ تعيد عليه التحقيق، هذا سعد اللامي، تعيد عليه التحقيق مباشر اذا جاني بنفس هاي الطريقه احاسبك. يعني القاضي والجلاد في ان واحد. انا توقعت انه هو خليفه الله بالارض، يعني طرحت من اخذوني للقاضي قلت راح انجي يعني صراحه. طيب انا انجو راح احكي الحقيقه. اخ احمد، يعني هذه الممارسات خلينا نقول البشعه اللي يعني تعرضت لها انت، هل شاهدت ممارسات اخرى على اقرانك اللي في السجن؟ وكيف تم اطلاق سراحك؟ راح احكي لك من رجعت بس بعجاله ادركت الوقت. نعم رجعنا للتوقيف. قال لي راح اسوي احد المعتقلين وياي راح اسوي بي شغله حتى انت تروح تعترف من القاضي. نعم. فدخلوا عوده مال ماشي اجلكم لا ارجوك أخ احمد انا ما ادخل في حيثيات الاجراءات، بس ممارسات قصريه. ممارسات يعني بشعه المشاهد الكريم يعلمها، بس قصدي هذا الاجراء مع هكذا ظلم وقع عليك، كيف تم اطلاق سراحك؟ نعم، بعدها اتفق ويا المحقق انه ادفع مبلغ من المال، اهلي يروحون يدفعون، هو يعني هم مثل الشبكه يشتغلون مع القاضي. نعم. ايش قد تدفع انت تطلع تنجو، ما تدفع تبقى تنحال المحاكم تصعد اعدام. نعم. ادفع بمبلغ من المال، حدد لي المكان والزمان وانطاني رقم تليفون انه اهلي يتصلون باحد الاشخاص يعطوه 6000 6 دفاتر يعني 60000 دولار. نعم. في مكتب دلاليه طبعا، ومستعد اذكر المكتب واسم صاحب المكتب. نعم. وراح والدي دفع المبلغ حتى انعرض على القاضي اصعد بالانكار، اذا وصل المبلغ يصعدني بالانكار. نعم. واذا ما وصل المبلغ لازم اعترف ارجع للتعذيب مره اخرى. طيب. وهكذا يتم التعامل بين القضاء بين الجلادين. هذا هو القضاء. يعني هل شاهدت اجراءات اخرى الذين كانوا يحققون معكم يعني يتحدثون العراقيه، ام هناك مثل ما يقال ان هناك تدار سجون من قبل ايرانيين؟ نعم، كان احنا اشرف على التعذيب مالنا. انا بالحرف الواحد كان موجود قاسم عطا وقال لي لي بالحرف الواحد، واللغه كانت بين المحققين كان ما يحكون عربي بصراحه، ما كنا نفهم، بس يقولون هاي ايراني. انا ما اقدر افرجن انه هاي اللغه شنو هالعبارات. نعم. فقاسم عطى لي قال لي بالحرف الواحد انت ما تريد تعترف، كان قاعد ولابس عسكري. نعم. ليش ما تريد تعترف؟ احنا لازم انت تفهم ما معنى هذا الاعتراف. قلت له ما معناته؟ قال لي اولا نخلص منك انت، طبعا انا ما اريد اذكر القوميه ولا نعم. الطائفه ولا اولا نخلص منك، ثانيا تعوض عوائل الناس اللي راحت هاي بالانفجارات. ثالثا يعني نسيت قضية، هاي القضية في زمن المالكي لازم تنغلق هاي القضايا. طيب. قلت له زين انا شنو ذنبي؟ انا مواطن عراقي، ليش تجيب لي تحملني هيك وزر؟ قال لي انتم امامكم ثلاث خيارات. نعم. يا اما المقابر، يا اما المحاجر، يا اما المهاجر. هذا الكلام انا مسؤول عليه امام الله. اما المقابر او اما المهاجر واما المحاجر. والمحاجر قاسم عطا وعلي البهادلي ونعم الغرباوي وسعد اللامي شكرا اخي شكرا اخي احمد عبد السلام. يعني كان المفروض انه يعني حقيقه يعني هذا الوقت يعني ادركنا، ولكن هذه رساله وصلت الى المشاهد الكريم. شكرا للذين شاركوني، يعني الاستاذ مازن التميمي وايضا الاخ المعتقل احمد عبد السلام وضيفي العزيز الاستاذ سرمد عبد الكريم. اقول مشاهدينا الكرام، اذا سئمت من ظلم الحاكم او من ظلم المحكوم او حتى من ظلم المتجبرين فتوجه الى الخالق سبحانه وتعالى، بيده مفاتيح كل شيء، هو الحاكم، هو العادل الرحيم بعباده. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وهذه تحياتي، انا محدثكم اسماعيل الجنابي. دمتم في